زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد مساء النور ومرحبا بكم. يبدو أن شباط سيكتسب لقب عملاق النزاعات الانتخابية بدون منازع مهما كانت نتيجة السباق الانتخابي ما دامت سبعة أحزاب بقيمتها وقامتها وكذلك خلافاتها الأبدية اضطرت لتشكيل تحالف سباعي لعلها تقطع الطريق أمام عودة شباط إلى كرسي رئاسة جماعة فاس. وبسبب هذا التحالف الواضح أن حلم حميد شباط العمدة الأسبق لمدينة فاس في العودة إلى على رأس عمودية العاصمة العلمية بات حلما صعبا خاصة مع اتفاق سبعة أحزاب سياسية بالمدينة على التحالف فيما بينها لقطع الطريق أمامه نحو العمودية. فقد أعلنت اليوم الخميس سبعة أحزاب سياسية بمدينة فاس وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية. أعلنت عزمها التنسيق في انتخاب رئيس مجلس جماعة فاس الذي سيجرى يوم الاثنين المقبل. ورغم هذا التحالف المهول والمخيف عبر شباط عن جاهزيته للمنافسة على رئاسة المجلس الجماعي لفاس وأن مستشاري حزبه سيترشحون لتحمل مسؤولية تدبير مقاطعة المدينة مؤكدا رغبة منتخبي حزب الجبهة جبهة القوى الديمقراطية في تدبير المؤسسات المنتخبة لكونهم وفقه يشكلون فريقا منسجما ويعرفون مشاكل المدينة. كما أكد شباط على أن من يقرر من سيكون رئيس المجلس الجماعي للمدينة هو التصويت وليست التحالفات والصور، مردفا بأن المسؤول يجب أن يكون كريم وزعيم ومرضي الوالدين وبأنه يريد أن يكون يوم انتخاب العمدة ونوابه يوم عيد وفرح للساكنة وأملا لها في المستقبل، مبرزا أن ترشح فريقه لم يكن ترشحا نضاليا بل لقيادة مدينة فاس وذلك للارتقاء بجودة الحياة بها وجعلها قبلة للزائرين وإرجاع المستثمرين إليها والتسويق لها في الداخل والخارج. كما أكد حميد شباط أن منتخبي حزبه مستعدون لقيادة مدينة فاس مضيفا أن مخططه كان ينبني على الانفتاح على الجميع للوقوف أولا على المشاكل التي تعاني منها الساكنة والانكباب على حلها. إذن لننتظر الاثنين حيث ستتجه الأنظار من المغرب بكامله ومن خارج المغرب إلى مدينة فاس لتتبع نتيجة هذا الصراع الانتخابي الكبير بين سبعة أحزاب وشخص واحد اسمه حميد شباط الذي يرفض الهزيمة مهما وقع.